المشاهدون الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلبونت العريض، والبداية بالعناوين. الصيحة تعنون: الشعبي، تشكيل الحكومة سيتم في غضون شهر من الآن. وفي صحيفة السودان: واشنطن تصرح، سنحاسب الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي في السودان. ووكالة السودان للأنباء: ندوة القمة العربية الصينية تدعو لتنشيط التعاون العربي الصيني. وسودان تريبيون تعنون: العدل والمساواة تحذر من المساس باتفاق سلام جوبا. وفي الأخبار الرياضية: اللجنة المنظمة تفشل في ضبط تضارب التوقيت مع مباريات المونديال. والاتحاد الألماني يجدد الثقة في مدرب المنتخب عقب نكسة الخروج من كأس العالم. نلتقيكم في الفقرة التحليلية، ولكن عقب فاصل قصير. أهلا بكم مجددا، وأسعد أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي عزمي عبد الرازق. أهلا بك أستاذ عزمي. أهلا بك عبد الله، وتحية عبرك لكل مشاهدي ومتابعي فضائيات البلد. أهلا بك. نبدأ بأول أخبارنا من صحيفة الصيحة: الشعبي، تشكيل الحكومة سيتم في غضون شهر من الآن. أشار الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر إلى أن إعلان التشكيل الحكومي سيتم في غضون شهر من الآن، وذلك بعد التوقيع على الدستور النهائي والحكومة المتوافق عليها. وأضافت: نحن بصدد وضع برنامج لحكومة انتقالية معروفة المدة والمهام. وقالت في ندوة رؤية القيادات النسوية في حكم الفترة الانتقالية والتي نظمتها شبكة لايف ميديا أمس، إن القضايا المطروحة المختلف عليها لن يتم التشاور حولها لشهور عدة، مبينة أنها عبارة عن ملاحظات على وثيقة المحامين. وقالت: سيتم عمل ورش لإجراء تعديلات عليها. إذن بداية أستاذ عزمي، هل هناك نوع من التسرع في الدخول للوثيقة النهائية؟ أليس من الأفضل أن يتم الترتيب رويدا رويدا للوصول إلى صيغة نهائية وشكل نهائي؟ وطبعا من الصعوبة المكان القول بأنه البلاد الآن سوف تشهد تشكيل حكومة في غضون شهر، لأنه الناس حتى الآن لا زالوا في مرحلة التفاوض والتفاوض المبدئي، بدليل أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل يومين بين قوى الحرية والتغيير وأول مجموعة الموقع الإعلان السياسي والمكون العسكري يسمى الاتفاق الإطاري، وهنالك مرحلة لاستكمال الاتفاق الإطاري يتحول إلى اتفاق نهائي ويتم التوقيع عليه بشكل على الأقل يضمن مناقشة كل القضايا والتفاصيل التي أرجعت. وبالتالي صعب مكان القول بأنه الحكومة سوف تعلن خلال شهر، خصوصا أنه آليات ترشيح رئيس الوزراء حتى الآن غير متفق عليها. ملامح رئيس الوزراء ملامح قامضة جدا، ولا أحد يعرف من الذي سوف يتم الدفع به وكيف سيتم التوافق عليه في ظل هذا الاختلاف وهذا الاصطفاف السياسي الخطير جدا، يعني الذي مزق حتى الأحزاب التي كانت منسجمة ومتوافقة لفترة طويلة من الزمن مثل الحزب الاتحاد الديمقراطي. بالتالي مصعب مكان القول بأن الحكومة سوف يتم إعلانها في غضون شهر. هذه خطوة يعني أعلن عنها المؤتمر الشعبي، والمؤتمر الشعبي الذي أعلن في نفس الوقت بأنه لن يكون ضمن هذه الحكومة يبدو أنه مستعجلا لتشكيلها، رغم أن الحزب نفسه يشهد خلافات. المجموعة التي وقعت هي داخل حزب المؤتمر الشعبي بقيادة نوال خضر وكمال عمر، المجموعة الأخرى وهي مجموعة الشورى مجموعة مؤثرة جدا ولديها سلطة ونفوذ داخل قواعد الحزب الشيوعي، رافدة لهذا التوقيع ورافدة للإعلان السياسي، ولديها مواقف يمكن أن يصل إلى درجة المفاصلة. يمكن أن ينقسم المؤتمر الشعبي إلى حزبين ما لم يحدث على الأقل توحيد رؤية وتوحيد للقيادة في مقبل الأيام. وبالتالي الظروف السياسية كلها يعني غير ملائمة للحديث عن عملية تعيين حكومة خلال شهر أو تعيين رئيس وزراء. عملية التوافق الآن هنالك اصطفاف كبير جدا ملاحظ بأنه انشقاقات داخل الأحزاب السياسية داخل المكونات السياسية. الآن هنالك ثلاثة كتل رئيسية: كتلة قوى الحرية والتغيير أو المجموعة الموقعة للإعلان السياسي، وهذه المجموعة هي التي ظهرت في التوقيع الأخير على الاتفاق الإطاري يوم الاثنين، ومجموعة مبادرة نداء للسودان بقيادة الشيخ الطيب الجد، وهذه المجموعة رافدة لهذا الإعلان. كذلك الكتلة الديمقراطية الموجودة فيها الحركات المسلحة ومجموعة الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وموجودة فيها مجموعات سياسية ومجموعات شبابية مؤثرة جدا.
كتلتين الآن موقف واضح جدا رافضين لهذا الإعلان، كتلة داعمة لهذا الإعلان، وبالتالي ما لم تكون هنالك عملية على الأقل عملية جلوس وتفاوض ما بين القوى السياسية لدعم هذه الخطوة لن يحدث أي استقرار في مقبل الأيام. نعم، ذكرت قبل قليل بأن قضية ترشيح رئيس مجلس وزراء هي قضية غامضة إلى الآن، لم يتم التناقش حول أي اسم من الأسماء ولم يتم طرح أي اسم على الطاولة، لكن هناك بعض الأنباء التي وردت على لسان بعض الصحفيين وبعض منصات التواصل أن الوزير السابق نصر الدين عبد الباري قد ذكر اسمه كرئيس مجلس وزراء قادم، ما رأيك؟ طبعا برضو من الحاجات الغريبة جدا أن نصر الدين عبد الباري ظهر اسمه، لكن الجهة رشحته منه ما معروف، لأن قوى الحرية والتغيير تنصلت تماما عن الترشيح، لم تدفع به، يعني تحدث التجمع الاتحادي الاصل المؤتمر السوداني لم يدفع به، حتى حزب الامه عنده مرشح ثاني هو نور الدين ساتي، كذلك وزير الماليه والاقتصاد في حكومه حمدوك البدوي، وهنالك ترشيحات كثيره جدا، حتى شرق السودان هو دفع بمرشح لهذا المنصب وهو الدكتور محمد الامين اسماعيل او البروف محمد الامين احمد اسماعيل، تم التوافق عليه داخل مجموعات في شرق السودان في مؤتمر البيئة التحتية وتم الدفع به، ولكن حتى الآن من هي الجهة التي سوف تعتمد رئيس الوزراء، خصوصا وأنه من المهم بمكان التوافق على شخص بعينه على الأقل من قبل مجموعة من الكتل، عبد الباري يبدو بأن هنالك مجموعة، وعلى الأقل يبدو بأن هنالك رافعة أجنبية رافعة خارجية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الإمارات تدفع به في الباطن، ولكن سياسيا هو فترته كانت يعني فترة كان وزير للعدل في حكومة حمدوك، وكان عليه يعني ملاحظات كبيرة جدا، وكان هنالك اتهامات له بأنه يريد حتى أن يغير في القوانين السودانية قوانين الأحوال الشخصية، وأنه يعمل ضد الشريعة ويعمل ضد الهوية السودانية، وكانت هنالك اتهامات ونقد كبير جدا وجه له في تلك الفترة بأنه أباح مسألة أدخل عملية السماح بالخمور وما غيره يعني، وبالتالي من الصعوبة مكان التلميع شخص باسم عبد الغير كده، إنه هو تجربته نفسها تجربة يعني متواضعة جدا، ما عنده يعني سي في يمكنه من المنافسة على هذا المنصب الرفيع، يعني الذي يحتاج إلى خبرات إدارية ويحتاج إلى شخصية كاريزمية، وكذلك يحتاج إلى دعم ودفع قوة مكونات سياسية ومجتمعية يكون لها تأثير في الشارع السوداني. نعم، وأيضا مهتمون بأن نسمع تعليقك حول الاسم الآخر الذي طرح على وسائل الإعلام اللي هو الفريق ميرغان إدريس للسيادي. الفريق ميرغان إدريس طبعا إذا تم الدفع به للسيادي معروف بأنه حيكون دفع به المكون العسكري، ولكن عمليا في الأوراق الظاهرة حتى الآن لم يتم ترشيح أي شخص لمجلس السيادة، خصوصا بأن هذه الخطوة أرجئت لاحقا، الآن الحديث عن قضايا أساسية هي قضايا المتعلقة ببناء مكونات الحكومة الانتقالية نفسها، الدستور، كذلك العلاقة مع المكون العسكري، كذلك فترة الانتقالية 24 شهر، انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية، دي القضايا التي نوقشت، ولكن وانسحاب المكون العسكري ليس من مجلس الوزراء فقط، وإنما حتى مجلس السيادة، الحكومة القادمة وفق الاتفاق الذي يعلن هي حكومة مدنية بالكامل، رئيس وزراء مدني، رئيس مجلس سيادة مدني، وبالتالي وفقا للاتفاق الذي تم من الصعوبة كانت دفع بشخصية عسكرية لهذا المنصب، كمان شخصية عسكرية في الخدمة، تبدو هذه المزالة يعني من الصعوبة بمكان، خصوصا مع تعهد حتى قادة المؤسسة العسكرية للفريق البرهان بالانسحاب كامل، وفي آخر حوار صحفي له ذكر البرهان بأنه ما حيكون عندهم أي وجود لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس السيادة، وإنما سوف ينسحب المكون العسكري إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحتى الآن برضو هنالك قوانين سوف تنظم العلاقة ما بين المجلس العسكري للقوات المسلحة وما بين الحكومة التنفيذية. نعم، بالتأكيد هذا صدر على لسان السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قال بأنهم سينسحبون من العمل السياسي ويجب على الأحزاب أن تنسحب من الفترة الانتقالية، هل تعتقد أن هذا البند قابل للتطبيق؟ وطبعا هو هتف بالشعار المعروف يعني العسكر للثكنات، وأضاف عليه الأحزاب للانتخابات، وبتر برضو جزء من الشعار المعروف هذا. هذا الحديث كان رسالة واضحة جدا للأحزاب التي وقعت الاتفاق نفسه، يعني القوى الموقعة للإعلان السياسي وقوى حزبية، المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، حزب الأمة، كذلك الاتحاد الأصل، المؤتمر الشعبي،
جماعة أنصار السنة المحمدية وكثير من الأحزاب هي التي وقعت على هذا الاتفاق، وبدافع معروف جدا، بدافع المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في السلطة، لدرجة أن قوى الحرية والتغيير أعلنت بأن هي الجهة التي سوف تعين رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي سوف يعين حكام الولايات وسوف يعين الحكومة بالتشاور مع القوى التي رشحته، القوى الثورية. والقوى الثورية دي قوى حزبية حتى الآن، وفي ظل يعني أو في وضع مقاطعة لجان المقاومة لهذا الاتفاق الإطاري، وبالتالي من الصعوبة كان القول بأنه سوف يتم على الأقل يعني التوافق على هذا المنصب في مقبل الأيام. بالتالي يبدو بأن رسالة رئيس مجلس السيادة للقوى السياسية بأنه أو للأحزاب بأنه الأحزاب للانتخابات يعني أن حقه تنسحب من المشهد المقبل وتعد نفسها للانتخابات التي سوف تعلن خلال في غضون 24 شهر أو خلال عامين، وبالتالي هي رسالة واضحة جدا، نحن كعساكر حننسحب من العملية السياسية من الحكومة التنفيذية، وبالمقابل مفترض أيضا أنتم كأحزاب تنسحبوا من وجودكم في حيز العملية التنفيذية أو في الحكومة المقبلة. نعم، مكملون ومستمرون في هذه القضية، قضية الاتفاق الإطاري، وفي الخبر القادم من الجهة الدولية، حيث عنونت صحيفة السوداني أن واشنطن قالت سنحاسب الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي في السودان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم واشنطن لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، وقال بلينكين إن التحولات الديمقراطية تعتريها الهشاشة، لذلك ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين الذين يحاولون تأخير التقدم الديمقراطي في السودان. وتحقيقا لهذه الغاية أعلن عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد أو أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص الذين يعتقدوا أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أستاذ عزمي، هل هذه سياسة الجزرة والعصا التي تستخدمها الخارجية الأمريكية، وماذا نقرأ من هذا التصريح؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها حريصة دائما أن تضع المكون العسكري أو الشخص الممسك بالسلطة تحت الضغط الدائم، تمارس عليه نوع من الضغط ونوع من الابتزاز حتى تملي عليه ما تريده، حتى في ظل الانفتاح وتعيين سفير الولايات المتحدة الأمريكية هو جون جودفري، وكذلك تعيين سفير للسودان في أمريكا منذ فترة حمدوك واعتماده خلال الأشهر الماضية. العلاقات يبدو بأنه حصل انفراج سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بشكل مزدوج، بمعايير مزدوجة. البيت الأبيض يبدو بأنه على تواصل تمام مع المكون العسكري وعلى اتفاق معه في كثير جدا من القضايا، بدليل بأن الاتفاق الذي يعلن الولايات المتحدة الأمريكية كانت موجودة فيه، بل كانت داعمة لهذا الاتفاق الإطاري، ولكن في نفس الوقت هي تريد على الأقل أن تحتفظ بورق الضغط على المكون العسكري حتى يمضي في هذا الاتفاق، وبالتالي لو حد بخيار أو بإجراء تغيير سفر المزولين السوداني للولايات المتحدة الأمريكية، والإجراء هذا نفسه كان موجود في فترة أوباما وكذلك كان موجود في فترة ترامب، ولكن لم تعلن غائمة بأسماء الذين تم تغيير سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو لن يسمح لهم بأخذ التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بأنه حتى الآن إحنا ما شهدنا حالة انفراج كبيرة لتبادل الزيارات ما بين المزولين، يعني ما في زيارة من مزولين أمريكيين للسودان على مستوى رفيع، ولا في زيارة من مزولين سودانيين للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى رفيع. الزيارة الوحيدة التي تم قام بها رئيس مجلس السيادة للمشاركة في ترتيبات أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه زيارة مفصلة عن علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هنالك أي لقاءات بينه وبين مزؤول أمريكي رفيع. طيب، دي حاجة من الحاجات المعروفة، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها حريصة على علاقاتها مع المكون العسكري أو مع المجموعة الممسكة بزمام السلطة، لأنه جربت العقوبات لفترة طويلة جدا، وضعت البشير تحت الحصار وتحت الحظر لسنوات طويلة جدا، بل ذلك الحصار أدى لأن السودان يكتشف على الأقل محاور جديدة يتعامل معها. حصل انفراج ما بين العلاقات ما بين الخرطوم وبكين، وكذلك العلاقات ما بين روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية اللي تأثرت بذلك الحصار هي تريد على الأقل أن تحافظ على مصالحها، تريد أن تفتح، خصوصا أن السودان هو بوابة أفريقيا لكل الدول، وبالتالي هو دولة استراتيجية مهمة ومعروف بأنه يتمتع بموارد وفيرة جدا، الذهب والبترول والزراعة والموارد المائية والحيوانية، بالتالي من الصعوبة كان الولايات المتحدة الأمريكية تستغني عن السودان بهذه الموارد في ظل الحرب، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
هي تحاول على الأقل أن تمارس نوع من الضغط، ولكن يبدو بأنه نوع من الضغط الناعم، لأنه ما أعلنت أي أسماء تم تغييرها، ما قالت عسكريين ولا قالت مدنيين، قالت إنه الناس اللي بيعطلوا الإجراءات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. لكن برضو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي التي تعطل عملية التحول الديمقراطي الآن في السودان، هي ترفض تماما الحديث عن الانتخابات، تحاول على الأقل أن تدعم فترة انتقالية طويلة الأجل، ممكن استمرت من العام 2019 سوف تستمر حتى العام 2025، 6 سنوات دي أطول فترة انتقالية في السودان. كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتخاصمة والقوى السياسية للذهاب للانتخابات مباشرة، لأن الانتخابات هي الشرعية الوحيدة المحترف فيها عالميا. الشرعية الثورية تنتهي بعد عام أو عامين بتكوين حكومة تقوم بالترتيب لخلال الفترة الانتقالية، وعندها مهام محدودة متعلقة بالأمن، متعلقة بالوضع الاقتصادي والمعاشي، ومتعلقة كذلك بالترتيب للانتخابات. الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المنطلق هي من المعوقين للتحول الديمقراطي في السودان، وهي لا تريد أي تحول ديمقراطي، تتعاون مع دول فيها أنظمة انقلابية عسكرية، يعني معروف مصر دول أفريقية بعينها، هي مخاوفها منصبة فقط من أن لا يكون هنالك وجود لروسيا وللصين في السودان، تحارب الوجود الروسي والصيني في السودان بالضغط على مكونات احتواء مكونات سياسية والضغط على مكونات عسكرية. ولكن بعد التطبيع الذي حصل مع إسرائيل يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا، وهي التي رعت ذلك التطبيع، حريصة جدا على علاقاتها مع المكون العسكري ومع الجهة الممسكة بزمام الأمور في السودان. على ذكر المكون الروسي أو المحور الروسي الذي ذكرته قبل قليل، جرت سابقا عدة مناوشات على المستوى الدبلوماسي في السودان بين السفارة الأمريكية والسفارة الروسية، ولكن إلى الآن لم نسمع أي رد فعل بصورة مباشرة على هذا الاتفاق. هل يمكن أن نعتبر أن المحور الروسي قد ترك زمام الأمر للمحور الأمريكي؟ المحور الروسي حسم أمره تماما، وهو الآن موجود على الأقل داعم للإجراءات التي تمت، حتى إنه يعني دعم إجراءات 25 أكتوبر المعروف بالانقلاب العسكري اللي حصل في السودان، واللي بتسميه مجموعات سياسية أيضا يعني داعمة لهذا الإجراء بتصحيح مسار الثورة السوداني، والاحتراف واحد من المكونات العسكرية هو حميتي بأنه كان سياسة خاطئة، وكذلك يعني رئيس مجلس السيادة قال بأنه ما يجرى خاطئ بل كان سياسة لا بد منها، يعني لتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة وإنهاء علاقة ما بين مجموعتين، يعني مكون عسكري ومجموعة مدنية، وكذلك وجود مجموعات أخرى معارضة لهذه العلاقة الثنائية التي استمرت لأكثر من عام. المحور الروسي هو داعم للإجراءات التي تمت في 25 أكتوبر بالضرورة، هو داعم للإجراء الذي تم الآن وأطرافه، هو المكون العسكري والمكون المدني. إذن روسيا موجودة، لديها مصالح في السودان تحاول الحفاظ عليها، لديها علاقات استراتيجية مع المؤسسة العسكرية، وكذلك هي تحاول أن تستثمر تحديدا في مجال الذهب وفي مجال النفط وكذلك في المجال الزراعي، وعلاقاتها يعني مفتوحة تماما لدرجة أنه أثيرت حملة على وجود قاعدة عسكرية في ولاية البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر، والقاعدة دي طلبت بشكل رسمي من حكومة البشير في ذلك الوقت، وكانت هناك موافقة مبدئية. السودان لم يحتمد إجراء وجود تلك القاعدة بشكل رسمي. الولايات المتحدة مخاوفها كبيرة جدا بأنه في حالة إن تخلت عن السودان أن يختطفه المحور الروسي وتختطفه الصين بشكل مباشر، مثل ما أن الصين كانت لفترة طويلة جدا موجودة في السودان. بالتالي الصراع داخل السودان صراع ما بين محاور كبيرة جدا، صراع على موقع استراتيجي وصراع على دولة مؤثرة ومهمة جدا في المحيط. على ذكرك للمحور الصيني ننتقل إلى ثالث أخبارنا من وكالة السودان للأنباء. ندوة القمة العربية الصينية تدعو لتنشيط التعاون العربي الصيني. رحبت الأمانة العامة لرابطات جمعيات الصداقة العربية الصينية بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى بالرياض. وقال البيان الختامي لندوة القمة العربية الصينية تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، والتي اختتمت أعمالها بالخرطوم، إن انعقاد قمة الرياض يأتي في ظل علاقات عربية صينية استراتيجية ومتميزة. وأكدت الندوة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية السائدة بين الصين والدول العربية في المجالات كافة، وأشادت بصفة خاصة بالتعاون العربي الصيني في العام 2020 في مكافحة جائحة كوفيد 2019. وأمنت الندوة على ضرورة تنشيط وتفعيل التعاون العربي الصيني والمشاركة العربية في بناء الطريق تحقيقا للمنفعة الحقيقية المتبادلة، ونادت بأهمية تعزيز المواقف والرؤى المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية في ظل التحديات والمتغيرات الدولية. عدد من المحاور الآن تلعب على أرضية ملعب السودان، هناك المحور الصيني، هناك المحور الأمريكي، هناك المحور الروسي، أين يقف السودان من المحور الصيني؟ الصين طبعا وجدت أن السودان في حالة من الحصار وحالة من
من الضغط الدولي وحاله من المقاطعه ما بينه وما بين الغرب، تحديدا ما بين الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، وبالتالي استغلت هذا الفراغ واوجدت لنفسها ارضيه واسعه جدا وموطئ قدم في السودان. العلاقات السودانية الصينية علاقات بعيدة جدا وعندها جذور تاريخية، يعني منذ العلاقة ما بين عائلة أسرة هان اللي كان ملك صيني عظيم قبل سنوات طويلة جدا، قبل عقود طويلة جدا، ومملكة مروي، العلاقة استمرت منذ ذلك الوقت، وهذا كان سبب أساسي في أن الصين وفرت قروض لتمويل وبناء سد مروي 520 مليون دولار شيدت بها سد مروي، وكذلك المشروعات المصاحبة. الصين حريصة على العلاقات المنفعة المتبادلة دائما، ما قاعدة تتدخل في الشأن السياسي، ما عندها علاقة بمن الذي يحكم وما تحدد له خارطة الطريق كيف يحكم، بالتالي لا تملي أجندتها على أي طرف، هي مركزة تماما على التنمية وعلى المشروعات الاقتصادية وعلى تبادل المنافع. عشان كده المؤسسة الوطنية للنفط الصينية موجودة في السودان منذ فترة طويلة جدا، وهي التي يعني ساهمت في استخراج البترول في العام 1999، وهي التي بنت الخطوط بتاعة النفط ما بين الجنوب الى حد الى ميناء تصدير في بشاير، وبالتالي الصين موجوده كطرف على الاقل حريص على منافع متبادله وحريص على مشروعات تنمويه. حجم الاستثمارات الصينيه في السودان بلغ 6 مليار دولار، وحجم كبير جدا، وهذا يعني وكذلك الديون الصينيه برضو بلغت حجم كبير جدا، ولكن لم تكن هنالك اي ضغوطات من اجل استيفاء هذه الديون. صحيح انك انت ما لم تلتزم بتسديد الديون ما حتحصل على قروض جديده. هذا الانفتاح البدء جديد الان، وحرص الصين على الاقل على يعني تمتين علاقاتها مع السودان من خلال هذه القمه العربيه، بعد ان كان لديها قمه افريقيه، الان في قمه عربيه سوف تعقد في الرياض، وحيكون مشارك فيها رئيس مجلس السياده، وحيلتقي بالرئيس الصيني هناك. يبدو بأن هنالك ملفات جديدة سوف يتم نقاشها في ظل ربما نشهد قطيعة ما بين السودان وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذا اقترب السودان من الصين. معروف بأن العلاقة دي علاقة قائمة على عدم التوازن، إذا اقتربت من ديل هي زي شعرت معي، إذا اقتربت من ديل بترخي من ديل، وبالتالي يعني اللقاء الذي سوف يتم اليوم مساء اليوم ما بين رئيس مجلس السيادة وما بين الرئيس الصيني حيناقش ملفات مهمة جدا، وهو البداية لفتح علاقة جديدة، وربما نشهد تبادل زيارات على مستوى رفيع جدا ما بين السودان وما بين الصين أو ما بين بكين. وبالتالي يعني يبدو بأن هنالك حال الآن من الاهتمام الصيني بالوضع العربي بالدول العربية مثل اهتمامها بالدول الأفريقية، وكانت دائما تعتبر أن السودان هو بوابة الصين لأفريقيا وكذلك بوابة الصين للوطن العربي. من منطلق هذا الاهتمام ومنطلق تبادل المنافع ومنطلق العلاقة التاريخية الأزلية، خصوصا أن الصين بنت لنا أهم يعني مشروعات استراتيجية سد مروي، وكذلك هي بنت قصر الشباب والأطفال وسموه بنت كذلك في أم درمان بنت قصر الصداقة قصر الشباب والأطفال وقاعة الصداقة يعني في فترة مايو، ويبدو بأنها حريصة دائما أنها تترك معلم بارز على الأقل يعبر عن العلاقة التاريخية بينها وما بين الدول. هي يبدو بأن علاقتها بالشعوب الصينيين مهتمين جدا بالثقافة السودانية، مهتمين جدا بالحضارة السودانية، مهتمين جدا بالتراث السوداني، بالتالي العلاقة من كل المحاور هي علاقة جيدة وممتازة. وإذا تم لقاء مساء اليوم ما بين عبد الفتاح البرهان وما بين الرئيس الصيني يمكن أن نشهد انفتاح أكبر في مقبل الأيام. نعم أستاذ عزمي، مستمرون في هذه القضية، قضية المحاور، ولكن فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا، وخبرنا لهذه المرة من سودان تريبيون. نتحدث هنا عن العدل والمساواة، حيث صرحت حركة العدل والمساواة بتحذيرها من المساس باتفاق سلام جوبا. حذرت حركة العدل والمساواة السودانية من أي محاولات للمساس باتفاق السلام. وتعد الحركة التي يتزعمها وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم أحد أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لوضع حد للصراع المسلح وإعادة تقسيم الثروة والسلطة. وتمسك بيان صادر عن الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بإنفاذ اتفاق السلام وعدم المساس به تحت أي مصوغ بحجج واهية مثل تقييمه وتقويمه وغيرها من صيغ التحايل للنيل من الاتفاق. والتزم الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين القادة العسكريين والمدنيين بتنفيذ اتفاق السلام عقب مراجعته وتقويمه بمشاركة القوى الموقعة. أستاذ عزمي، يبدو أن جملة تقييم وتقويم قد استفزت الموقعين على اتفاق سلام جوبا، هل يمكن فعلا تقييمه وتقويمه أم يجب إلغائه والبدء في اتفاقية جديدة؟ وطبعا من الحاجات اللي أصبحت أساسية في السياسة السودانية عبارتين،
عدم المساس باتفاق سلام جوبا، كذلك ما عدا المؤتمر الوطني، أصبحت من الحياة تطرح كأنها ثوابت في المرحلة الانتقالية. ولكن هنالك تصريحات لقيادات في غول الحرية والتغيير بأنه من الممكن فتح اتفاقية جوبا للسلام، يعني هي ليست اتفاقية مقدسة فيها بنود كثيرة جدا عليها تحفظات، أصلا اتفاقية قامت عليه مسارات وقامت عليه محاور، وهي اتفاقية لأول مرة دائما يعني بتضع ثلاثة نماذج للحكم في السودان: حكم ذاتي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حكم إقليمي في دارفور، كذلك الحكم في حكم لبقية الولايات أو مسارات للشرق ومسارات للشمال. تعطلت مسارات الشرق، تعطل مسار الشرق، مسار الشمال، مسار الوسط. الاتفاقية تحلق بجناح واحد وهو الاتفاق الخاص مع الحركات المسلحة، ومعظمها حركات من دارفور أو حركات خاصة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالنيل الأزرق تحديدا. جنوب كردفان يبدو بأنها مغيبة تماما من هذا الاتفاق. وبالتالي في ظل هذه الملاحظات وفي ظل هذا النقد، والنقد الموضوع جدا للاتفاق، الاتفاق منقوص فيه بنود كثيرة جدا عليها ملاحظات، وفي نفس الوقت هو يمنح القوى التي تسيطر على هذا الاتفاق والجبهة الثورية حقوق أكبر من إمكانياته ومن وجود على الأرض، يسمح لهم بتمويل سنوي 700 مليون دولار وامتيازات كبيرة جدا، والآن عندهم وزارة المالية وعندهم الوزارات السيادية. يعني ما في اتفاقية في العالم كله بتمنح حركات موقعة اتفاق السلام هذا النصيب الكبير في الحكومة أو في كيكة السلطة. بالتالي مراجعة الاتفاقية هي مسألة بديهية يعني ولا بد منها، ولكن يبدو بأن الحركات المسلحة وما بات يعرف بحركات الكفاح المسلح الموقع الاتفاق سلام جوبا، والآن وأكبر حركة فيها حركة العدل والمساواة اللي هي كذلك حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، كذلك الحركة الشعبية بقيادة عقار. حصل انشقاق ما بين الحركتين ديل، وجزء منهم مشى وقع الاتفاق الإطاري بقيادة الهادي إدريس والطائر حجر، وكذلك مجموعة صغيرة أيضا خاصة بمسار شرق السودان. الانقسام ضرب هذه المجموعة وضربها في العمق، ويبدو بأن المصالح والضغوطات حتفرق بين هذه المجموعة وسوف تتفتت في مقبل الأيام. ولكن عموما هي تحاول أن تحافظ على امتيازاتها في السلطة، تحاول أن تحافظ على حصصها تحديدا في الوزارات. يبدو بأن المجموعة الأخرى التي تسببت في هذا الانزعاج وفي هذا الاستفزاز تحدث عن فتح الاتفاقية وتغييمها وتقويمها. التقويم والتغييم ده مازال طبيعي ودائما بيتم ما بين أطراف مختلفة، لكن يبدو بأنه ما عايزين أي طرف يتدخل، خصوصا من اتفاقية توقعت ما بين طرفين، المكون العسكري أو الحكومة السابقة اللي كان فيها الدكتور عبد الله حمدوق رئيس الوزراء وقع إنابة عن المكون المدني، وكذلك نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي وقع نيابة عن المكون العسكري أو مثل مجلس السيادة، وكان فيها التعايش برضو من الموقعين. هذه الاتفاقية وقعتها الحكومة الانتقالية الأولى، الآن نحن داخلين على حكومة انتقالية ثانية أو حكومة انتقالية ثالثة. في ظل هذه الحكومة الانتقالية هل سوف تحتفظ اتفاقية جوبا للسلام بكل البنود وبكل الامتيازات، أم سوف يتم عليها اجتراح وسوف يتم عليها تقويم وتقويم والجرح وتعديل مثل ما يحدث لكل الاتفاقيات السابقة؟ الآن يبدو بأن الصراع هو صراع على مناصب، صراع على السلطة، وبات واضح جدا ومكشوف، خصوصا في أنه في بند في الاتفاق الإطاري يتحدث بأنه القوى الثورية هي التي سوف تعين رئيس الوزراء، وبالتشاور معها سوف يتم تعيين حكام الولايات، وسوف يتم كذلك تعيين الحكومة المركزية. يبدو بأن هذا البند هو الذي أزعج القوى الموقعة لاتفاق سلام جوبا، وبالتالي هي باتت تهدد الآن، ويبدو بأنه نشهد في الأيام المقبلة عملية تصعيد. التصعيد الآن بدأ من شرق السودان وسوف ينتقل لدارفور، وواضح تمام بأنه جبريل قال بالأمس أنه أي زول بتخيل بأنه حنلحق بالاتفاق الإطاري ده شخص واهم. مناوي نفس الموقف بأنه رافض الاتفاق الإطاري وأنه حيمضي خطوات في التصعيد، ولكن ما هي طبيعة التصعيد الذي سوف تمضي فيه الحركات المسلحة؟ هل هو تصعيد سياسي أم تصعيد عسكري؟ هي حتى الآن عندها قوات عسكرية موجودة في المدن، هل سوف تحتل مدن بعينها؟ هل سوف يكون سوف تنتشر بنفس الطريقة التي كانت تنتشر بها المجموعات السياسية الرافدة للاتفاقيات؟ حترس الطرق، حتغلق المواقع، حتطلع في مظاهرات سياسية. طبيعة التصعيد الذي يتعلق بالحركات المسلحة هو الذي سوف يحدد وجهة الأوضاع السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.
إذا افترضنا أن القيادات في الكتلة الديمقراطية مثلا مثال دكتور جبريل إبراهيم ومني أركم الناوي ومبارك أردول هم متخوفون على مناصبهم إجراء من إجراءات التعديل التقويم والتقييم لهذه الاتفاقية، إذا حدثت ضمانات أو أي نوع من الضمانات باستمرارهم في مواقعهم وفي مناصبهم من السلطة، هل يمكن أن يوقعوا على الاتفاق الإطاري؟ وطبعا الضمان الحصل حصل للاتفاق نفسه، ولكن لم يتحدثوا عن ضمانات خاصة بالأشخاص. يعني يمكن أن يقوم نفس الأشخاص بأنه يرشح أسماء جديدة لهذه المناصب في نفس الوقت. يعني ما افتكر بأنه هذه المناصب يعني كتبت بماء مقدس بأنه يحصل جبريل على هذا الموقع، يحصل كذلك أردول على هذا الموقع فقط يستمر فيه طوال فترة الانتقال. برضو في يعني حيكون في برلمان، والبرلمان ده حيقيم التجارب كلها، التجارب السياسية والتجارب التنفيذية، ويمكن أن تكون لدى رئيس الوزراء سلطات الإقالة والتعيين رئيس الوزراء المقبل، وبالتالي رئيس الوزراء نفسه هو المعني بعملية التقييم والتقويم، وكذلك المجلس التشريعي الذي سوف ينعقد. ولكن يبدو بأنه إذا حصل الضمانات للحفاظ على هذه المناصب تحديدا، وهي مناصب رفيعة، يعني وزارة المالية، شركة المعادن، إغليم دارفور كله، وزارة النفط، يعني مواقع كلها فيها موارد وفيها تجنيب برضو، وبالتالي يبدو بأن الحرص هو حرص على تمويل الاتفاقية من هذه المناصب ومن هذه الوزارات اللي عندها موارد معروفة تماما. ولكن ما معروف هل حيحصل، هل سوف تحصل هذه الحركات على ضمانات من القوى السياسية؟ يبدو بأن هي نفسها ما محترفة بالقوى السياسية التي وقعت الاتفاق الإطاري، تعتبر بأنها مجموعة صغيرة وبأنها تريد أن تختطف السلطة مرة أخرى، وتريد أن تقصي بقية المكونات السياسية اللي عندها وجود وعندها تأثير في الشارع السوداني. الآن حركات الكفاح المسلح وحركات الموقع الاتفاقية جبل السلام سوف تعمل على تحالفات أكبر، وفعلا بدأت دخلت الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا، كذلك موجود الآن نائب رئيس الكتلة هو محمد الأمين ترك، يعني رئيس مؤتمر البيجة والعموديات المستقلة، وده شخص عنده وزن كبير جدا في الشرق وشخصية مؤثرة جدا، وبدأت الآن رخاصات إغلاق الشرق. وبالتالي يبدو بأن هذه المجموعة لن تعمل منفردة، إذا عملت مع المكونات المجتمعية والمكونات السياسية وكذلك مبادرة داخل السودان يمكن أن تصغي هذا الاتفاق الإطاري، أو على الأقل تعيد فتح الاتفاق الإطاري ومناقشة كل البنود. الآن المجموعة هذه محتاجة أنها توسع تحالفات أكثر، أم هل سوف تلتحق بالاتفاق الإطاري إذا تم ضمان مناصبها؟ فهذه مسألة ربما تكون حقيقية، يعني ليست مستبعدة. نعم، على ذكرك لقضية اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم وتوزيع الحقائب الوزارية، فقد ذكر السيد وزير المالية جبريل إبراهيم في أحد المؤتمرات الأخيرة بأن الاختيار يتم على الكفاءة، لكن هذه الكفاءة ليست بالضرورة أن تكون غير سياسية أو غير حزبية، مع أن التصريح السيد رئيس مجلس السيادة أكد على ضرورة ابتعاد جميع المكونات السياسية والحزبية عن الفترة الانتقالية. وطبعا نحن عندنا تجربة بتاعت اختيار رئيس وزراء من قبل مجموعة حزبية. صحيح هو الدكتور عبد الله حمدوك ما كان عنده انتماء لحزب بعينه، هو كان جزء من الحزب الشيوعي في مرحلة لاحقة واستقال منه، وبعد ذلك تحول لشخصية عمومية وبقى أقرب للنظام الرأسمالي يعني في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيره، بقى هو قطيعة مع الحزب القديم، ولكن الرفاق القدامى كانوا على قرب منه مستشارين، ومعظم أمجد فريد المجموعات التي كانت بالكرم المعروفة بين مجموعة المزرعة، معظمهم كانوا شيوعيين سابقين وكذلك أو شيوعيين على الأقل ملتزمين يعني بالبرنامج الحزب الشيوعي السوداني، كان برضو ممكن يوصف بأنه شخصية حزبية أو شخصية مؤدلجة رئيس، ولذلك ودفعت بقوة الحرية والتغيير، وكان بيمشوا بيقول له يا احنا عيناك، إذا رفض أنه يوقع على غيره بيقول له احنا عيناك وإحنا ممكن نرفضك. وفعلا لما وقع على اتفاق 21 نوفمبر بعد بيان 25 أكتوبر رفضت المجموعة السياسية هذا الاتفاق، مما يضطر رئيس الوزراء لأنه يستغيل، ويبدو بأنه كان تحت ضغط هائل جدا. الآن الوضع الملائم هو وضع أن يكون هنالك رئيس وزراء مستقل تماما، شخص من الكفاءات، ما عنده أي انتماء سياسي، ما عنده أي ميول سياسية، ودي الشروط المطروحة له، وما يكون عنده جنسية مزدوجة، ودي مسألة خطيرة جدا حتى لا يعمل على حماية مصالح الخارج على حساب مصالح الداخل. دي من الشروط المهمة جدا المفترض تتوفر في رئيس الوزراء المقبل، وبالتالي مصعب كان القول بأنه سوف يكون شخصية حزبية. صحيح من المهم أنه على الأقل تتوافق عليه أحزاب وكتل سياسية،
ولكن الأحزاب ليست وحدة هي التي سوف تختار رئيس الوزراء. رئيس الوزراء سوف يتم اختيار أو ترشيحه من قبل كل المكونات السياسية، أو على الأقل تتوافق عليه أغلبها، يعني أغلبها تتوافق عليه. وبالتالي هو ما مهم هو منو، مهم آليات ترشيحه، ومهم في نفس الوقت المواصفات التي ينبغي أن تنطبق عليه. نعم، إذن دعنا ننتقل من الجانب السياسي إلى الجانب الرياضي. وفي أخبارنا الرياضية الأولى في هذه الحلقة، اللجنة المنظمة تفشل في ضبط تضارب التوقيت مع مباريات المونديال. لم تفلح محاولات اللجنة المنظمة لاتحاد الكرة في تفادي مشكلة التوقيت المتضارب للدور الممتاز مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، وتقام مباريات المونديال عند 5 مساء، وهو موعد نهاية المباريات لتكون رحلة العودة ومسابقة الزمن للحاق بجزء من المباريات بعد أن دخل المونديال مرحلة الحسم بمواجهات جاذبة لا تتكرر، في حين تبدأ مباريات المساء عند 8، وهو وقت تكون فيه مباريات الدوري في شوطها الثاني، ليكون اللحاق بجزء من مباريات المونديال ضربا من المستحيل. أستاذ عزمي، العالم بأسره الآن منصب بتفكيره تجاه قطر، مركز على مباريات المونديال، الآن مرحلة ربع النهائي، لماذا هذا التضارب من الاتحاد المحلي لكرة القدم؟ لماذا لا يدعون فرصة للشعب السوداني ليشاهد بصورة مركزة مونديال قطر؟ وطبعا وضع جدول يتضارب مع مواعيد المونديال يحرم على الأقل الدوري المحلي من الجمهور المطلوب أنه يكون يشجع اللاعبين ويكون عنده وجود في المدرجات. وبالتالي الشعب السوداني كله عن بكرة أبيه الآن مهتم بكأس العالم، يتابع كأس العالم سواء كان في الأندية أو جزء منه مسافر إلى قطر يعني لمشاهدة المونديال من داخل الملاعب. دي واحدة من النقاط التي صاحبها عدم التوفيق تماما في أنك أنت تضع جدول يتضارب مع موعد مباريات المونديال، وهو المونديال ده بيجي كله 4 سنوات بينما الدوري ده مستمر يعني طوال العام أو كل عام. وبالتالي أنت في حاجة أنك تفسح للجمهور، حتى اللعيبة نفسه محتاج على الأقل يشاهدوا المباريات عشان يتعلموا منها، عشان تثير جوان على الأقل نوع من الحماس يعني، ويطلعوا على يعني إذا إحنا ما حظينا بالاحتكاك المباشر على الأقل نحظى بالاحتكاك بالنظر، يعني كون شاهدنا كرة القدم الحقيقية كيف تلعب وكيف المدربين بيتعاملوا مع اللعيبة، ونستفيد من هذا المونديال ومن هذه التجربة المثيرة والتجربة المهمة تماما. ولكن يبدو بأنه حتى ما عندنا فريق لكرة القدم ننافس به في المونديال، وفي نفس الوقت ما عايزين نستفيد من هذا المونديال. يبدو بأنه عدم وجود فريق سوداني في المونديال هو الخلى الاتحاد ينصرف تماما ويهتم بالدوري المحلي. لكن لاحظ بأنه كل الدول عندها فرق بتنافس في المونديال او التي ليست عندها فروق هي اوقفت الدوريات خلال هي فتره شهر فقط، المنافسه فتره شهر فقط، او على الاقل البحث عن توقيت مختلف عن توقيت الذي تزاح فيه المباريات. ومعروف بانه يعني انك انت في حاجه لانه تسمح للجمهور السوداني وتسمح للعيبه وتسمح للمدربين وتسمح حتى لقيادات وادارات الاتحاد بانهم يشاهدوا هذا المونديال حتى يكون يعني عبره بالنسبه لهم ويثير جواهم الغيره، وانه يقدموا فريق كره قدم سوداني ينافس على الاقل في البطولات العالميه في مقبل السنوات. نعم، هناك ايضا استاذ عزمي نوع من المقارنه يصفها البعض بالساخره والبعض الاخر بالمحزنه نوعا ما للمشاهد السوداني والمتابع السوداني عندما يشاهد استادات قطر وملاعب قطر والبنيه التحتيه القطريه للمونديال، ثم يعود ليشاهد الدوري السوداني الممتاز. ماذا يحتاج الاتحاد المحلي وماذا يحتاج السودان للوصول لمثل هكذا بنيه تحتيه؟ وطبعا البنيه التحتيه دي عندها علاقه بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر. كان عندنا تجربه المدينه الرياضيه وكان تجربه يعني حزينة جدا ومؤسفة وصاحبتها عملية يعني كبيرة جدا من الفساد في فترة احنا كنا في حاجة على الأقل انه يكون عندنا بنية تحتية رياضية نقدر على الأقل نستوعب ونقدر نستضيف منافسات محلية، لأن احنا ما قادرين نستضيف اي منافسة محلية لأنه الاستادات اللي عندنا استادات ما مؤهلة وما جاهزة للعب حتى مباريات محلية دعك من انها تكون مباريات عالمية. وبالتالي يبدو بأن السودان في حوجة على الأقل يعني، وإن شاء الله حتى القطريين يمكن ان يساهموا معنا، يعني انا عرفت بأنه عدد من الاستادات حيتم تفكيكها وإهداء لدول أخرى. فنتمنى انه الاتحاد السوداني انه يزعى الى انه يحصل على واحد من الاستادات القطريه، يعني القطريين ما في حوجه للاستادات الكبيره بعد نهايه كاس العالم، وهي سوف تهديها للدول الفقيره. السودان الان في حاجه ماسه لاستاد على الاقل عالمي تقام فيه المباريات. معروف بانه استاد الخرطوم واستاد الهلال واستاد المريخ دائما بتكون في حاله بعض صيانه،
في فتره من المواسم، وما تضطر الفرق انها تاجل مباريات او تنقلها الى استادات اقل جاهزيه، وبالتالي نحن في حاجه تمام انه تتضافر حتى جهود القطاع الخاص مع القطاع العام، وانه اذا فشلت الدوله انه نحظى برجال اعمال انه يبنوا استادات ومنشات رياضيه تكون نفتخر بها كلنا ونتباهى بها كما تتباهى الان قطر باستاداتها وبملاعبها وببنيتها التحتيه. نعم، من الخبر المحلي الى الخبر الرياضي العالمي، الاتحاد الالماني يجدد الثقه في المدرب المنتخب عقب نكستهم في الخروج من كاس العالم. جدد الاتحاد الالماني ثقته بمدرب المنتخب الاول هانز فليك رغم الخروج من الدور الاول في كاس العالم قطر 2022. ذكر الاتحاد الالماني لكره القدم في خبر له ان الرئيس بيرد نويندروف ونائب الرئيس الاتحاد الالماني هانز يواكيم والمدرب هانز فليك اجروا نقاشات وديه وبناءه حول الوضع الحالي وافاق المنتخب. ومنح نويندروف رئيس الاتحاد ومعاونيه الثقه الكامله لهانز فليك مدرب المنتخب للمواصله مع المانشافت في المرحله القادمه. وكان الاتحاد الالماني قد انهى مساء الاثنين عقد المدير الرياضي اوليفر بيرهوف كاول رد فعل على الخروج من دور المجموعات للمونديال الثاني تواليا. إذن أستاذ عزمي، المانشافت منتخب كبير جدا، المنتخب الألماني منتخب كبير للغاية، من المؤسف خروجه من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي. هل تعتقد أنهم أعطوه فرصة ثانية بالخطأ أم يجب اعتماده كمدرب مجددا للمنتخب؟ أنا تابعت ردود الأفعال في الصحف الألمانية وفي المواقع الألمانية، يعني تشهد حالة من الإحباط كبير جدا وحالة من الأسف على أنه ألمانيا تخرج من الدوري الأول من دوري المجموعات مبكرا مثل ما خرجت في العام 2018 من كأس العالم، بينما ألمانيا كان عندها تاريخ ذهبي في كرة القدم وكان عندها فريق على الأقل يحظى بتشجيع معظم المشجعين في الوطن العربي وفي العالم، يعني كان فريق محبوب جدا. الإشكالية الآن ليست في فريق كرة القدم ولكن في السياسات الألمانية نفسها، يعني والتي بسببها أصبح الفريق الألماني مكروه جدا يعني في الوطن العربي والوطن الإسلامي حتى في أفريقيا، يعني بسبب دعمه للشذوذ ودعمه للمثلية بشكل واضح جدا وساخط، مما يعني حظي بشماتة كبيرة لخروجه. اليابان لعبت معه وهزمته، تعادل مع كوستاريكا، خرج خروج حزين جدا. يبدو بأن ألمانيا محتاجة أن تراجع سياساتها المتعلقة بعلاقاتها مع الدول العربية والدول الإسلامية والدول الأفريقية حتى تكسب على الأقل الشعوب، يعني أنت ما تخسر الشعوب إذا خسرت الحكومات، وفي نفس الوقت إنها تهتم بفريق لكرة القدم من المواهب الشابة وتعيد بناءه من الأول. لكن الحاجة المثيرة للجدل هو التمسك بالمدرب، المدرب الذي تسبب في هزيمة ألمانيا وخروج هذا المنتخب من دوري المجموعات. يبدو بأن الإدارة هناك لا تحمل المدرب المسؤولية، هي يبدو بأنها تحمل اللعيبة، واللعيبة في النهاية يعني ليس بمقدورهم أنه يعطوا أكثر مما أعطوا، لأنه في النهاية فاقد الشيء لا يعطيه المدرب ده. فهل السؤال، هل لأنه هو ملم بأسباب الخسارة يستطيع أنه علق الفشل درجة من درجات النجاح تعاملت معه بالشكل ده وللأسباب أخرى يعني، ولا إنها زاهدة تماما في, 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 في بناء فريق كرة القدم؟ ألمانيا تقريبا حتستضيف الدوري الأوروبي، دوري الاتحاد الأوروبي في 2024، محتاجة إنها تكون جاهزة للدوري ده وإنها تقدم فريق كرة قدم قوي وإنه يحصل على 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 مراكز متقدمة في البطولة الأوروبية، على الأقل تعوض بها خروج المبكر والحزين من كأس العالم. الاحتفاظ بهذا المدرب يعني فعلا حاجة محتاجة لكثير من النقاش وكثير من معرفة أسباب وخفايا الاحتفاظ بمدرب تسبب في خروج ألمانيا من كأس العالم بشيء مبكر جدا مع الفرق والدول الضعيفة يعني التي دخلت بالصدفة لكأس العالم. فهل ألمانيا نفسها دخلت بالصدفة حتى يحتفظون بهذا المدرب؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. نعم، جميل. إذن بهذا مشاهدينا الأكارم نصل معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من بالبوند العريض. أشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة، وأشكر بالتأكيد ضيفي في الاستوديو الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي عزمي عبد الرازق. إلى أن نلتقيكم في جديد الملتقى، إلى اللقاء.